شغالة وأنا عندي 11 سنة والوقت عندي 49 سنة، واللي حببني في الشغل سمعة المكان. السمعة بتاعته حلوة من أول ما اتنشأ هنا، فاحنا كلنا كنا عايزين نجيله، والبلد بحالها مشتاقة إن هي تيجي هنا. السجادة الصغيرة دي رمسيس سويسا واصف عملها سنة 40 عشان يعلم نفسه النسيج والصعوبات اللي هتواجه الولاد، يعني ازاي يقدر هو يعلم الولاد بعد كده النسيج. كان اهتمام رمسيس ان هو يلاقي قرية مصرية عادية، وفي نفس الوقت الولاد بتوعها يقدروا ينقلهم من كونهم ولاد مزارعين وفلاحين إلى حاجة مختلفة شوية، أكبر شوية، يقدروا يكبروا فيها، اللي هي الفن اللي هو موجود جواهم. هم لا يدركوا ان هم يمتلكوا هذه القدرة، إنما عن طريق حرفة النسيج والسجاد ده هو بيقدروا يطلعوا كل القدرات الفنية اللي عندهم. سنة 2018 السنة دي من فبراير لغاية نهاية مارس كان عندنا معرض في سان دييغو في كاليفورنيا في أمريكا، وده يعني تقريبا 70% من اللوح الحائطية اللي راحت اتباعت، ودي اللي بتخلي المكان حي، ودي اللي يعني دي العائد بيرجع للنساجين أولا ثم المركز ثانيا.